أهلا وسهلا بكم. بعد حادثة التحلية في جدة التي قضت على حياة أب وابنه، صراحة قرر مجموعة من الشبان المتطوعين عمل مبادرة لتحديد مواقع الحفر بطرقات محافظة جدة، ووضعوا شريط لاصق يعني عاكس قبل موقع كل حفرة، إضافة للوحات الإرشادية اللي هي تحذيرية لقائدي المركبات والمارة. طبعا في نفس الوقت المشرفين على الفريق أنشأوا وسما أو هاشتاج على تويتر حتى تتم إزالتها، لطبعا التفاعل مع أفراد المجتمع الإبلاغ عن مواقع الحفر. الحقيقة الحمد لله كان فيه تفاعل. خلوني أشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. تقاطع التحلية مع السبعين وخلصنا الحفرة دي ومتجهين الآن لحفرة، نشوفكم لحفرة ثانية، نشوفكم هناك إن شاء الله. بعد حادثة شارع التحلية بجدة والتي أفاقت النائمين عن الحفر وخزانات الصرف الصحي المكشوفة التي كانت ولا زالت تهدد حياة المارة والمتسوقين، التفاعل جاء على نطاق شعبي واسع، فخرجت الهاشتاجات على تويتر، البعض ندد والكثيرون امتعضوا وشجبوا، لكن كل تلك الظواهر الصوتية لم تكن لتؤثر على الواقع والأرض، وهذا ليس حال الجميع. فريق أجيال جدة التطوعي مجموعة من الشباب قرروا أن تكون لهم بصمة واضحة للتغيير واقعياً، ليبدأ الفريق التطوعي حملة شبابية لحصر الحفر وخزانات الصرف الصحي المكشوفة ولتعلق اللافتات حولها لتنبيه المارة وشحذ همة الجهات المسؤولة لردم هذه الحفر، والعبارة واضحة: سنبقي على اللافتة حتى يتم ردمها. الآن شارع الأربعين، هذا الموقع الرابع. زي ما أنتم شايفين الحفرة اللي إحنا حابين نغطيها، لو أنتم شفتوا ممكن حتشوفون في التصوير كيف السيارات يعني بتتأذى من الحفرة هذه، والشباب الله يجزاهم بالخير الحين بيغطونها. كله إحنا نعمل على أساس إيش؟ على أساس يعني الحفاظ على سيارات الناس وعلى مركباتهم إن شاء الله. حملة لاقت مباركة شعبية واسعة، والتي حصرت في اليوم الأول للحملة 16 حفرة خطيرة، وكأن لسان حال الشباب يقول: هذا دورنا فلتبدأوا بدوركم. وإحنا بنشتغل أثناء العمل يمرون بعض الشباب، يعني نشوفهم يعني شافوا الشيء هذا غريب، يعني ليش الشباب زي كذا ويعني يعملون يسدون حفر أو يأشرون أو يحطون اللوحات الإرشادية، وبعضهم يأشر لنا وبعضهم يبتسم. الحقيقة شيء يثلج الصدر. بقول لكم قصة. أنا من عام يمكن 99 وأنا أتكلم عن الحفر، مو بتكلم، كان وقتها كنت صحفي، بعدين انتقل الهم من عام 2005 صرنا نتحدث تلفزيونية عن الحفر، استمر الموضوع لين كان طبعا مر على هذا الوقت مثلا في جدة عدد من الأمناء، ما أدري يعني الحفر هذه ما تعنيهم، يمكن ما يجون من نفس الشوارع. ما صار حدث بعد ذلك، قدمت برنامج إذاعي اسمه أكثر من كلام على روتانا اف ام قبل أكثر من عامين، وكان في يوم مفتوح للناس يتحدثون عن همومهم. اتصل علي أحد الأشخاص، وأعتقد كانت مكالمته صعبة جدا لأنه ما قدر يكملها، لكن ملخص الموضوع أنه هو وزوجته لهم ما يقارب 8 سنوات عندهم رغبة في إنجاب أطفال، تحقق لهم هذا الأمل وهذا الحلم. يوم من الأيام كانت الزوجة هذه ربما في الشهر السابع ومار من أحد شوارع جدة،
وماشي بسرعة عادية معقولة لكنه خط يعني سريع تقريبا أو شبه سريع، ضرب في هذه الحفرة ثم ارتفع وانخفض وكل شيء، سيارة عاد متمي بالقضية. لكن هذه الزوجة وهذا الحلم مات في نفس اللحظة، هذه الست أجهضت بسبب هذه الحفرة. من ذاك الوقت عرفت أن الحديث عن الحفر يعني ما هو بأمر بسيط، بأمر مهم جدا. آخر شيء المأساة اللي صارت في جدة في شارع التحلية، هذيك مواقع أنه في ورشة عمل وهذه أنه في عبث. أمانة مدينة جدة تشبه كثير من الأمانات في المملكة، يعني إذا الإعلام تكلم عن حفرة ولا صوروا جريدة معينة راح أغطوها بسرعة. أنا أعتقد أنه حديثي ولا عمل الأمانة أمام ما يفعله هذا يعني هذول الشباب الرائعين ولا شيء. أنا أشكرهم الحقيقة من الأعماق، ويمكن حلوقنا اللي انبحت سنين ما يمكن ما كان لها إلا صدى بسيط في هذا الجانب البسيط اللي مفروض يكون أنه موجود وواضح. الشباب ما قصروا، هم الآن يرصدون، ولكن ماذا بعد الرصد؟ هل ستتحرك الأمانة أم أن راح نردد هذا المثل اللي هو فصحوي نسيته، ما أبغى أقوله غلط، يا حمرة الخجل أين أنت، أو العكس. أتمنى أن يكون فيه عمل من الأمانة، أتمنى أيضا توجيه من الأمارة، لأنه الآن خلاص الشعب بدأ هو يتحرك. هذه ترى إيجابية وشوي فيها مسج معين أتمنى الناس تتنبه له. عموما أنا الحقيقة ما أبغى أستأثر بالحديث، معي الحقيقة المسؤول المبادرة والمسؤول الإداري ببرنامج أجيال جدة تطوعي أخونا معاذ القرشي. مساك الله بالخير أستاذ معاذ، شكرا لكم بالأعماق على هذا الجهد. كيف جت المبادرة وما هي نتائجها حتى الآن، وهل من اتصالات أو تعاون الأمانة؟ أولا مسي عليك أستاذ علي وعلى السادة المشاهدين جميعا. في البداية أشكر قناة روتانا خليجية على تبنيها لمثل هذه المشاكل المجتمعية، وهذا ليس بغريب على القناة وعلى برنامج يا هلا بالذات، وعليك أستاذ علي الله يعطيك العافية. شكرا لك. بالنسبة للفكرة قبل الهاشتاج، طبعا هي كانت مبادرة مثل أي مبادرة أخرى، هو مجرد عمل قامت به مجموعة أجيال من ضمن مجموعة أعمال. قمنا بالعمل، في الحقيقة بداية العمل ما كنا نتوقع ردة الفعل هذه اللي راح نواجهها من الشارع، كنا نتوقع أنه مجرد عمل راح نقدمه ونلقى شكر وينتهي العمل، لكن تفاجأنا صراحة بكمية التجاوب المنقطعة النظير من المجتمع، وبالأخص على الهاشتاج على برنامج تويتر. طيب معاذ، ماذا عن الأمانة يعني؟ طبعا شو اسمه، احنا بدأنا بالعمل بشكل منظم، رتبنا خططنا حددنا مواقع الحفر، وحرصنا انه تكون هذه الحفر هي حفر عميقة كما ذكرتم في التقرير او كما ذكر في التقرير، وحفر يعني ضارة. ولو تلاحظ يعني الحفر هذه موجودة في شوارع محورية ورئيسية في مدينة جدة، يعني ومزدحمة طيلة اليوم مزدحمة، مثل شارع التحلية، طريق الملك عبد العزيز، الأمير ماجد، شارع صاري، هذه شوارع محورية بجدة، جدا محورية. فحددنا الحفر، رصدناها، حاولنا نغطيها عن طريق الشريط اللاصق، وضعنا لوحات تحذيرية، طبعا أبلغنا الأمانة عن طريق رقم التواصل معهم، أبلغناهم على مكان كل حفرة. صراحة يعني وجدنا تجاوب يشكر نوعا ما من الأمانة، بحيث أنه بعض الحفر غطيت، ولو أن تغطيتها ما كانت بالشكل المطلوب، لكن في النهاية نشكرهم أنهم بادروا وتفاعلوا يعني ولو شيء بسيط مع هذا العمل. لا احنا بغاهم يتفاعلون بشكل كبير. من اللي يتفاعل معكم بالضبط من الأمانة، وكيف طريقة التفاعل هذه؟ أحد كلمكم ولا بس يروحون مكان الحفر ويغطون؟ والله لا، احنا تواصلنا زي ما يتواصل اي مواطن عادي، ابلغنا على الرقم المخصص لهم عن مكان الحفر بالشارع بالاحداثيات حقت الحفره، قالوا لنا ان شاء الله باذن الله انه الامانه تتحرك. تابعنا الموضوع هذا بحيث ان نزور اماكن الحفر بين فتره وفتره. الحمد لله الايام الاخيره وجدنا انه بعض الحفر يعني اغلقت ويعني رصفت تماما. طيب معاذ، انتم صحيح انكم راح توقفون هذه المبادره خلاص، راح تكتفون بيومين؟ احنا نبغاكم تستمرون في هذا الموضوع.
والله شوف بصراحة العمل كبدايته ما كان الهدف منه أن يكون عمل مستمر، كان الهدف أنه نرصد مجموعة حفر تمام خطرة نلفت نظر الأمانة ونوقظها يعني أنها تشتغل أو تقوم بعملها المطلوب منها. لكن بصراحة بعد ما وجدنا هذا التفاعل الكبير من المجتمع يا معاذ شوف معاذ قد تكون في فكرة. لا لا بقول لك شيء شوف انتم هاشتاج حقكم حتى تتم ازالتها، انا اقول لك هاشتاج الحين نعم. يا هلا معكم حتى تتم ازالتها، بس انتم استمروا لا خلاص لانه يئسنا احنا من الامانه، خلينا نشوف شيء. فانا اقول لك اذا انتم قد الموضوع احنا اقول لك حطونا معاكم في الهاشتاج بكل ما نستطيع، يا هلا وروتانا كلها، لانه في النهايه اذا رصدت لي كم حفره والله وبكره النهار قدمنا هذا الشيء، اذا انت قد التحدي ومجموعتك حنا معاكم يدا بيد باذن الله ان شاء الله ندرس هذا الموضوع باذن الله، وان شاء الله انه وان شاء الله انه نسوي اللي علينا واكثر، لانه في النهايه هذه خدمه مجتمعيه وهذا شيء نعم. واجب علينا نعم. ابد ما هو شيء فضل مننا، هذا واجب علينا تجاه مجتمعنا. طبعا انا ودي اسالك اخيرا معاذ، مو اخيرا يعني في اكثر من سؤال، لكن ودي اسال تحديدا هل انتم تفرقون بين الحفر اللي تحتاج إلى ردم وبين الحفر اللي هي حق الصرف الصحي؟ ما كان في تفريق واضح، لكن إحنا بحثنا في البداية ما كان إنه حفر تحتاج ردم أو حفر صرف صحي، مجرد حفرة أو حفرة عميقة تضر سواء المارة أو المركبات، يعني ما عندنا تفريق بين هذه وهذه، في النهاية هي حفرة وتضر سواء شخص مار أو سيارة أو حتى الدواب، يعني حتى الدواب اللي تمشي لها علينا حق برضو. طيب معاذ أنتوا عاملين يعني جروب في الواتساب تصلكم هذه البلاغات؟ لا جروب في الواتساب ما عندنا صلاح جروب في الواتساب، لكن احنا يعني مكتفين بالهاشتاج اللي موجود على لا انتوا ليه ما تطوروا الفكره بحيث اي احد يرى شيء يعني يرسل لكم يعني تعلون هذا برقم معين وشيء يرسل لكم اضافه الى هذا حتى يكون في دقه، وفي نفس الوقت بسالك هل 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 ممكن انكم تدعمون الفكره في المملكه العربيه السعوديه تتعاونون مع ناس في الرياض وفي المنطقه الشرقيه؟ هو أنا جالس أقول لك يعني هذه كأفكار جدا جميلة، لكن زي ما قلت لك إحنا في البداية كان هدفنا مش إنه نستمر، لكن يعني بعد ما قلت لك وجدنا هذا كمية التفاعل الكبيرة قد في الأيام القادمة أو في الأسابيع القادمة إنه نطور هذه الفكرة، نتعاون مع مجموعات أعمال تطوعية مختلفة في المملكة، لأنه هذه المشكلة ترى الحفر ما هي موجودة في جدة بس، موجودة في جدة في الرياض في الشرقية في جميع أنحاء المملكة يعني للأسف يعني. طيب ايضا بسالك الان وصلتوا الرقم معين على قلته في البدايه بس برجع له مره ثانيه، وصلتوا الرقم معين من الحفر حتى الان؟ احنا ايوه حتى الان هو العمل كان خلال يوم واحد فقط 16 حفره، هذا اللي اكتفينا فيها يعني هذا اللي اشتغلنا عليها صراحه يعني. هو عموما شوف ما كانت في خطوه العدد اكبر من كذا بكثير، لكن ايضا شوف جدا الاخوان في الامانه على موضوع تويتر والهاشتاج كان في تفاعل، كان في اتصالات بينكم على تقصص على الهاشتاج في تويتر؟ اي للاسف لا. طيب معاذ بسال انتم نفس الاعمار نفس العمر واحد المجموعه؟ طبعا احنا الجروب تبعنا هم كلهم شباب ثانوي وجامعيين. انت جامعي ولا ثانوي؟ لا انا اخر سنه في الجامعه ان شاء الله. ايش تخصصك؟ تخصص اداره عامه في اقتصاد الاداره قسم اداره عامه. كل التمنيات بالتوفيق، لكن هل المشاركه ايضا مفتوحه للشبان والشابات ولا بس للشباب؟ لا احنا مو بشرط البنات يكونون في الميدان، لكن اقل شيء يكونون مشاركات في البلاغ في الفرز في يعني قد يكون على تويتر، لكن كمشاركة في الميدان لا، لكن بالنسبة للشباب الموضوع مفتوح لجميع الأعوار لجميع عفوا الأعمار، لأنه العمل التطوعي ما هو حكر على أحد، يعني العمل التطوعي مفتوح للجميع. طيب معاذ بالنسبة للشخصيات نرحب صار يعني تفضل يعني نرحب بأي شخص يعني حاب إنه يشاركنا بالعكس على العين والرأس يعني. طيب ماذا عن تفاعل الشخصيات العامة الشخصيات المشاهير المسؤولين، هل كان هناك تفاعل يعني دعمكم
فاجأكم خذلكم؟ والله بصراحة يعني تجد أنه هذه الأشياء اللي تحتاج تفاعل كبير بالذات من الشخصيات اللي الشخصيات الهامة يعني تجد أنه التفاعل أكثر شيء من المواطنين نفسهم يعني من اللي يعانون بالمشكلة بشكل ما في أحد من المشاهير من المسؤولين كان معكم في هذا الهاشتاج رصدتوه؟ لاعب فنان صحافي؟ لا هي مجرد مجموعة لا هي مجموعة فقط في صحفيين شاركونا جزاهم الله خير طلبوا تقارير وأرسلناها لهم من عدة صحف تمام لكن كشخصيات هامة بعينها يعني ما أذكر أنه جانا تواصل بهذا الخصوص طيب عموما أنا أشكرك وأنا لازلت عند المبادرة اللي ذكرت لك يا هلا معكم حتى تتم إزالتها احنا ما أدري إذا حطوا الهاشتاج للحين ولا لا احنا بنحطه معكم عاد عشان نحرجكم او نحفزكم بكون معكم ان شاء الله بكل ما نستطيع وانا ان شاء الله اذا جيت جده قريب بكون معكم ان شاء الله ميدانيا لانه الموضوع يعني لي كثير ان شاء الله نتشرفنا الشرف يسعد علي نتشرف فيك يسعد علي جميعا الشرف لي شكرا معاذ القرشي بس تفضل الله لو تسمح لي بنصف دقيقه يسعد علي تفضل بصراحه انا اول شيء اكرر شكري لك خاصه يعني والبرنامجك الرائع هذا على استضافتك لنا كاول ظهور لبرنامج اجيال جده التطوعيه تلفزيونيا هذا الامر الاول الامر الثاني اشكر بصراحه صاحب هذه الفكره وهو احد افراد برنامج اجيال جده التطوعي وهو اسامه البسامي اشكر مشرفنا وتاج رؤوسنا كلنا في برنامج اجيال جده الاستاذ محمد مسعود الغامدي اشكر شكر جزيل شكري لكافة أعضاء البرنامج لأنه جميع ما ترونه من أعمال جميع ما ترونه من أعمال ليست مجهودي أو مجهود فلان أو فلان هي مجهود جميع الشباب جزاهم الله ألف 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 خير شكري الأخير للأخ محمد عبد الغني لأنه جميع ما ترونه من أعمال على اليوتيوب هي من تصويره ومنتاجه وإخراجه جزاه الله ألف خير نعم شكرا لكل الأسماء اللي ذكرتها احنا أيضا يعني نشكرهم ونشد على يديهم وأشكرك معاذ القرشي معاذ هو المسؤول الإداري ببرنامج أجيال جدة التطوعي كان معي من استوديوهاتنا من هناك إن شاء الله هذه المبادرة تصحي حالة السبات اللي في الأمانات ويكون لها انعكاس إيجابي أنا أكرر هذه المبادرة هم هاشتاغهم حتى تتم إزالتها حنا هاشتاغنا يا هلا معكم حتى تتم إزالتها وأنا في حال كنت في جدة في أقرب فرصة سأكون مع هؤلاء الشباب الرائعين أو الشبان الرائعين الحقيقة أنا أشكر كل الضيوف اللي مروا معي في حلقة اليوم في كل الملفات وفي نفس الوقت كما يعني أشكركم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في يا هلا ألقاكم غدا في أمان الله